في برشلونة يدركون أنه لا مجال لإضاعة فرصة يمتلكونها للتتويج باللقب، ويتذكرون جيدا ما حدث أمام جار يوصف باللدود قبل 9 مواسم، وكيف حرمهم من نقطتين لعبتا دورهما في تحديد البطل. كل هذا كان جليا أمام 11 لاعبا يرتدون زي البلاوغرانا، استعدوا جيدا لحرب طرفها الثاني إسبانيول. تلك الحرب لم تأخذ وقتا كثيرا كي تشعل فتيلا بينما يتحدثون الكتالونية، ولم يتحابوا يوما، حتى أن أصحاب القمصان البيضاء والزرقاء اختاروا طريقة لإيقاف المنافس، لكنها كلفتهم كثيرا. ميسي أراد منهم أن يدفعوا ثمن ذلك، فاخترقت كرته شباك باولو بيث بعد مرور 8 دقائق فقط. دقائق ما بعد الهدف كانت تعريفا لما يدعى بمعركة على عشب أخضر، حتى أن ميسي تخلى عن هدوءه ونال صفراء أقل ما ترفع في وجهه. إذن الكل حاضر هنا لا استثناءات. وخوفا من أن يكرر إسبانيول ماض لا يحبه برشلونة، كان لزاما تأمين الهدف الأول بثان، لكن سواريز اختار لنفسه أن يكون بطل الشوط الثاني بثنائية وصلت به للرقم 37 في قائمة الهدافين. النتيجة ساعدت لويس إنريكي على أخذ قرارات تردد بشأنها سابقا، تبديلان وهدية لأحد القادمين. رافينيا لم يرفض ما قدمه لوبيث الذي عاش حالة ذهول على ما فعلته يداه. الهدوء عما في المعسكر الكتالوني الذي أراد أن يعكر صفو الخصم على طريقته. خماسية اختتمها نايمار وضعت نصف اللقب في خزينة برشلونة، أما النصف الثاني فأصبح في خزينة ريال مدريد بدلا من الأتلتي. والكأس سينتظر 90 دقيقة، حينها سيعرف مسار طريقه نحو برشلونة أم العاصمة.